كان الحسين وأصحابه عليهم السلام على النقيض من أعدائهم في كل شيء، فإذا كان أعداؤهم يتلاعبون بالدين كان الحسين وأصحابه يلتزمون به في كل صغيرة وكبيرة من أمورهم، وإذا كان الأعداء يصرفون موارد الدولة لشراء الضمائر وإشباع الرغبات والشهوات والملذات كان الحسين وأصحابه يقترضون من أجل حاجاتهم الأولية. فمسلم بن عقيل عليه السلام ورد الكوفة صفر اليدين من المال، مما اضطره لاقتراض 700 درهم من أحد المؤمنين. وإذا كان الأعداء يمنون الناس بالنصر والجوائز حتى يضحوا بأنفسهم من أجل أسيادهم، فإن الحسين وأصحابه لم يكونوا يتحدثون لأصحابهم إلا عن الموت والشهادة، حتى أن الحسين أعلن صراحة: من لحق بي استشهد. وإذا كان الأعداء يخوضون القتال من بعيد بينما يقتل جنودهم في ساحات الوغى، فإن الحسين عليه السلام قدم أولا فلذات أكباده للقتال ثم التحق بهم بلا تردد. الحسين ينبوع القيم، منه تصدر معانيها وإليه تعود مبانيها. من أهم دواعي الحسين عليه السلام في نهضته أن يعري النفاق الذي كان مغلفا بمظاهر الدين، وأن يكشف الفساد وهو محاط بمظاهر الصلاح، وأن يفضح الشر وهو في قوالب الخير، وقد فعل. كانت كربلاء مجرد أرض تتبع نينوى، وعندما أريقت عليها دماء أهل البيت الزاكيات أصبحت جزءاً من الجنة التي وعد الله بها المتقين، وأصبحت كل ذرة تراب فيها تذكر الناس بتلك الفضائل الربانية التي جسدها الحسين وأصحابه، والتي بها يدخل المؤمنون الجنة يوم يلقون ربهم.